تعود الكرة في مكان. يا سلام الله على التمرير. عمر التراوري كانت متناسي. عمر علي السلام. عمر علي السلام. عمر علي السلام. عمر علي السلام. والجزيرة أحلى كلام. والجزيرة إلى الأمام إلى الأمام. أشرف بن قلبي يسجل للجزراوية ويقتحم القلوب. 1 2 3 4 تيكي تاكا تيكي تاكا. معزوفة جزراوية موسيقى للجزيرة البطل تعود. الكرة هذه لازم تكمل. الكرة هذه هي الأجمل. الله على الكلام من الأولى يا مخرج. من الأولى يا مخرج تعرف الكرة ولا لا؟ لا يا مخرج لا. من البداية من البداية. 1 2 1 2 الهداف علي صواب والمتابع أشرف. بعد ذلك شوف بس اللي سواه كايزر. خلى أشرف مكانه وعمر مكانه. قلبوها حولوها صارت 2-1. اللي بين الفريقين نظير إعارة كرتابيا فتح مساحة. مشروع الصدارة المستردة المستردة. ما راح يضيع. يا سلام هم متصدرين وأنت السبب الرئيسي. كرتابيا كرتابيا نجم نجوم شباب الأهلي في دوري هذا الموسم. يسجل 7 أهدافه ويعلن عن تقدم الفرسان في أول هجمة. كرتابيا اللعيب كرتابيا اللي توقعها. كرتابيا اللي تقدم. كرتابيا اللي واصل. كرتابيا الذي يرى المرمى. كرتابيا الذي يعيد الصدارة للفرسان سريعا. في الدقيقة 6 على بداية المباراة حطها بعيدة في مرمى الهوتي إلى تقدم للفرسان في وليد. وليد أزارو نجم شوط المباراة. حلوين حلوين حلوين. الثالث الثالث نعم الثالث. هدف جميل هدف جميل. البركان ممتع البركان ممتع. وعجمان يسجل الثالث. عجمان يتفوق بالثلاثة والبرتقالي على شوناوي. لكن شوف وليد أزار شوف التحرك شوف اللمسة من علي مدن إلى محمد فراس بالعربي. عمل كبير عمل كبير من قران من إدارة عجمان من لاعبي عجمان. والبركان يتفوق بهدفين. هذا الهدف هذا الهدف فيها دروس كبيرة يقدمها نادي عجمان للاعبي نادي بني ياس. قدم 2-0 الآن. هذه المحاولة انطلاقها على طول ثانية وتصويبه الثالث. يا ولد الهدف الثالث الهدف الثالث. جوناتاس يا ولد يسجل لنادي العين الثالث. يضرب العين بالثالث. العين في هذا المساء رهيب. العين في هذا المساء عجيب جميل جدا. جماهير العينوية الله على الجماهير العينوية. فريق فخم فريق فخم وجمهوره فخم والنادي فخم والليلة فخمة والموضوع كله فخامة في فخامة. الزعيم يبقى فخم 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 وفخر. ليس فخر فقط وليس فخم فقط وإنما كل الوصفات الحلوة بالنسبة للزعيم. بص شوف نادي العين يعمل ايه. يضرب بالثلاثة يضرب بالثلاثة يمتع بالثلاثة.